لكن احنا الغريب جدا ان انا ما بسمعش اي حد من اللجنه الخماسيه بيطلعوا يتكلموا. اطلعوا يا جماعه اتكلموا، اتكلموا في قناه اهلي، اتكلموا في قنوات تانية لو مش حابين ان انتوا تتكلموا في قنوات اهلي او زمالك، لكن من فضلكم اطلعوا اتكلموا، من فضلكم كلموا الانديه واسالوهم عن مقترحاتهم خلال الفتره اللي جايه. الحديث عن تقليص الاجانب في مثل هذه الفتره هو عبث. الاول نعرف الدنيا ماشيه ازاي، وبعد كده بقى نشوف المقترحات اللي يجب ان يتم تقديمها. بتعمل حضرتك بلبله من لا شيء، لانه ده قرار خطير، مش في يوم وليله كده يلا السنه الجايه يا جماعه لو لا قدر الله مثلا الدنيا ما كملتش والنشاط الرياضي لم ما رجعش السنه دي، يبقى حضرتك تقول للاثنين او واحد او اثنين من اللي عندك، الخمسه اللي عندك او الاربعه اللي عندك، تقول لهم ايه؟ تقول لهم شكرا. يا اما تستنى، من المفترض لو حضرتك هتتكلم في مثل هذا الامر استنى لما عقود الاجانب تخلص وقول لهم يا جماعه انا مديلكم سنتين مثلا، وبعد السنتين دول هيتم تقليص عدد الاجانب مثلا يعني. لكن الموسم اللي فات تقول لي اربع اجانب، اللي قبليه ثلاثه، واللي جاي عايز تقول لي ما خلص، هو ايه الموضوع ده؟ ايه الموضوع ده يعني؟ ولا عشان الدنيا فاضيه ومحتاج ان انت ترمي موضوع عشان نبقى بنشتغل؟ حاجة غريبة جدا وشيء غريب. أتمنى أن الموضوع ده الأول نتكلم في سيناريوهات العودة والإلغاء والكلام ده كله، وبعد كده نبقى نشوف موضوع تقص عدد الأجانب.